هو مؤتمر السنة دي إن شاء الله مختلف تمام الاختلاف عن كل المؤتمرات السابقة فيما يتعلق باختيار الأماكن. أماكن كلها مميزة جدا ومستوى راقي جدا، وفنادق يعني لم يسبق للنقابة في كل المؤتمرات أن تتعاقد في بمثل هذه المستويات المرتفعة. الإقبال شديد جدا، وإقبال المحامين على المشاركة والحضور في المؤتمر فاق كل التوقعات. كنا عاملين حسابنا على 5000، ارتفع إلى 5.5، ثم ارتفع إلى 6، ثم إلى 6.5، ولو قبلنا طلبات الانتظار قد يصل إلى 7000. احنا حتى الآن سكننا ما يقرب من 6600. حتى الآن يعني الأمور بتسير بانتظام، لكن الطلبات بتلاحقني في كل لحظة، كله بيطلب زيادة الأعداد. ولو كان متوفر لدينا أماكن لن نبخل على أي نقابة بنحنا نزودها بالأعداد المطلوبة، ولكن للأسف الشديد بيجوا متأخرين. هناك يعني صعوبات بتقابلها الأمانة فيما يتعلق بالتسكين، خاصة أن النقابات لم ترسل حتى الآن تسكين الغرف ولا بيانات كاملة. احنا بنتلقى الطلبات من النقابة الفرعية شامل كشوف الأسماء، بنفرز جميع الأسماء، بنطلع اللي مش مسدد 2019، بنعيد ترتيب الكشوف بأقدميات المحامين، ثم نرتب الكشوف بمستندات الإثبات الشخصية، ثم نعد قائمة بالغرف المطلوبة لكل نقابة. ثم بعد ما انتهينا من كل هذه المراحل، خدت مننا وقت وجهد كبير جدا، ومجموعة اللي بتعمل معايا حوالي 6 أو 7 موظفين يوميا حتى 6 صباحا، حتى 6 صباحا بننزل من المكتب 6 صباحا، ولم ننتهي حتى الآن. أنا بتمنى إن شاء الله المحامين تساعدنا، لأنه الأماكن كلها مميزة، والأماكن كلها في أماكن تبعد عن السرادق وفي أماكن قريبة من السرادق، بس هذا هو المتاح. يعني لا يمكن ولا أستطيع ولا في قدرتي ولا في قدرة أي أحد أنه يجمع 7000 واحد في مكان في مربع 2-3 كيلو. لا، احنا واخدين فنادق في منطقة الأحياء، وفنادق مميزة، وفنادق على مستوى راقي، ثم في وسط البلد واخدين من فنادق، ثم في اول الممشى واخدين فنادق، في اخر الممشى واخدين منافق. احنا عاملين دوره، انا عندي اكتر من 3500 مشارك هينزلوا السرادق على الاقدام، يعني مش محتاجين نقل، لانه بينه وبين السرادق امطار قليله جدا. الاماكن البعيده احنا عاملين خطه للنقل فيما يتعلق بجلسه الافتتاح، وفيما يتعلق بمن يرغب في المشاركه في اعمال اللجان اليوم الأول والثاني. عدينا جدول الأعمال، كل أعضاء المجلس ومجالس النقابات الفرعية، نقباء وأعضاء مشاركين في جميع اللجان، وكشوف ولافتات ومعدة وهتسلم للنقابات الفرعية فور وصولهم، ونتمنى أن الناس تشارك في أعمال اللجان. هذا المؤتمر هيناقش أو هيتناول أو هنتحاور حول التعديلات التي صدرت على قانون المحاماة، والتي رأيي الشخصي فيها أنها أعادت إلى مهنة المحاماة كيانها ووضعها، ولو استمرنا في هذا وطبقنا هذه التعديلات إن شاء الله هتعود نقابة المحامين إلى ما كانت عليه في 50-60-70-80. احنا كل ما نسعى إليه، كل ما نتمناه، ان السادة النقباء واعضاء مجلس النقابات الفرعية واعضاء مجلس النقابة العامة يتعاونوا معنا، هم
مش احرص مننا كمسؤولين عن المؤتمر عن ان كل الناس تشارك. بس انا لا اقبل ان يجي واحد وما يكونش ليه مكان. وانا بقى اناشد كل الاعضاء والنقباء, اي محامي هيرسل الى الغردقة ولم يكن مشترك في المؤتمر وليس له اسم لن نجد ولن نستطيع ان نوفر له مكان, لانه الغردقة بالكامل كومبليت. يعني الغردقة, فنادق الغردقة بالكامل كومبليت, خاصة في الثلاث ايام اللي هم فيهم المؤتمر. بقول لحضرتك احنا لو انا اضفت السواقين والعمال والموظفين والصحفيين والضيوف وهيبقى العدد اكثر من انا بحدثك, وبتناول الاعداد المشاركة من المحامين. انما شوف فوق ده كل هذه الاعداد. السنة دي هذا المؤتمر في سابقة لم تحدث قبل ذلك انه اكتر من 15 نقيب دولة عربية حضر المؤتمر. احنا بنعمل المؤتمر ده من 2001. طبعا كل سنة بنحدث الاخطاء اللي بنقع فيها, السنة اللي فاتت بنتداركها السنة اللي بعديها. المؤتمر عشان يتنظم عايز قوة ادارية لا تقل عن 150 واحد, انا واربعة اللي بيشتغلوا معايا, وان شاء الله هينجح وهيتنظم. بس ده مطلوب تعاون المحامين. يعني لما انا ابعت للنقابة الفرعية واقول لها كشف الاسماء بتاعك, انتوا مشتركين ب 150 واحد, ثم افرزوا ورجعوا, ثم احدد على الغرف ثنائي وثلاثي, المفروض ان يبعت لي يقول لي سين وصاد في غرفة دبل والف وبه وجيم في غرفة تريبل عشان انا الحق اسلم الفنادق, تجهز لي الغرف, ينزل الغرف كل اتنين وكل تلاتة مستلمين مفتاحهم, واحنا اللي بنعمل الارسيهات واحنا بنعمل البيانات. للأسف الشديد حتى هذه اللحظة وانا مسافر بكرة ولا نقابة جابت, ثم يجوا هناك ويشتكوا. مفيش حد بيتعاون, وهذه حقيقة. مفيش حد قدم مستند صحيح. هما نقابتين اللي قدموا ورق صح من 38 نقابة اللي قدموا ورق صح, سواء أسماء, كشوف, تسكين كمان. يعني هذه النقابات هتنزل من الاتوبيسات على غرف معروف, التلاتة بجدي ومحمد وضيف داخلين في غرفة ثلاثية رقم كذا, موظف واقف على الباب, اتفضل يا باشا المفتاح المفاتيح بتاعتكم, يدخل على غرفته. للأسف النقابات ما تعاونتش معانا. أنا بلغت كل النقابات, 38 نقابة بلغتها بعدد الغرف وبسعة الغرفة من أكثر من يومين, ومحدش يعني بتتوالى البلاغات. بس هيفضلوا يعني لو وصل 10 نقابات 15 نقابة, إنما هيجوا 28 هيجوا وما عندهمش أي بيانات. فلازم هيحصل تكدس, ولازم هيحصل زحام, ولازم هيحصل تأخير. تمام. مشكلة أخرى إن هناك من النقابات لي 150 واحد على الطبيعة جايل ب 160, فالعشرة دول توديهم فين وانا مش مسؤول عنهم اصلا, مش انا اللي جبتهم ومش عامل حسابهم. ثم نبدأ في المشاكل, لازم تخلقوا اماكن ليهم. انا دبرت مكان مستوى قليل جدا عشان يبقى ما التكلفة ما تزيدش عندي, واي زيادات عن الاعداد اللي انا سكنتها هوديها في المكان ده. يعني انا عامل امانة المؤتمر, عامل حساب لاي مشكلة, انما جبت خمسة زيادة هوديهم لك في ساندبيتش, اجرت فندق ساندبيتش 100 مكان ولا 150 مكان عشان احل بيه المشكلة, برضو مش هيعجبه, هيقولك لا انا عايز اقعد في الفندق ده, لا ما عنديش. فلازم الكلام ده يبقى الناس عارفاه. اللي التزم وقدم شغله صح كما طلبنا هينزل من الاتوبيسات بعد 5 دقايق هيبقى في اوضته. اللي ما التزمش وما نظمش ما يسالنيش, انت اللي اخطات في حق نفسك, استحمل بقى واستنى واقعد لغايه ما الموظفين يقعدوا ويثبتوا ويكتبوا الارسيهات وياخدوا صور الكرنيهات وصور البطاقات ويحضروا لكم الاوض, وبرضه لازم تعمل الاثنين اثنين والثلاثه ثلاثه. كل دي مشاكل. المؤتمر ضخم, المؤتمر كبير, المؤتمر تنظمه مؤسسه او هيئه. ما قلت لحضرتك احنا اللي بنشتغل 3 4 وبنقعد بال 15 ساعه على الترابيزه اللي انت شايفها. الموضوع كبير جدا والموضوع صعب جدا. الطلبات انا بعتذر لكل من تاخر عن السداد او
ما طلبش بدري او عارف النهارده وجاي يطلب النهارده 5 و10 و15. يا جماعه الموضوع مش كده، الموضوع صعب. احنا بنحضر مؤتمرات دوليه وبنحضر مؤتمرات محليه، احنا بنشترك في المؤتمرات دي قبل موعدها بشهر واتنين، وبقدم كل بيانات قبلها بشهر واتنين. ما تجينيش النهارده في مؤتمر هينعقد بعد 3 ايام او بعد 4 ايام تقول له وصل الله يعني عندي 10 ضغطين عليا وعايزك تاخدهم، انا ما عنديش. ما انا لو عندي كنت خدتهم، وحتى لو انا خدتهم عشان اقعد ارتبهم واوزعهم واسكنهم اخد يوم واتنين، المساله مش سهله. فارجو ان الناس يعني تستوعب هذا العمل وهذا الجهد اللي احنا بذلناه، واتمنى ان هم يساعدونا ما يخلقولناش مشاكل. وانا بقول لحضرتك من الان، وهذه رساله لكل المحامين، اي حد من المحامين هيشتكي من المكان على طول تعرف انه مقرض، على طول تعرف انه في نفسه شيء، لان كل الاماكن محترمه وكل الاماكن مستوى عالي. وهيشوفهم فجاه السنه دي في الفنادق احنا ما عملناهاش قبل كده ومش هعلن عنها الا يوم المؤتمر الصبح. يعني فيما يتعلق يعني الكلام ماشي كويس جدا والدنيا ماشيه، بس انا اتمنى للمحامين، انا اخر رساله بوصلها للمحامين، احنا خدنا قرار كمسؤولين عن المؤتمر ونقيب المحامين ان احنا المؤتمر ده بيشمل جزئين: جلسه افتتاحيه اللي هي الجلسه اللي بتضم كل المشاركين والضيوف، اللي بنعرض فيها كل اعمال سنه سابقه وامال سنه قادمه. انما للاسف في مجموعه من المشاركين بيعتبروها رحله جاي عشان يروح البحر احنا خدنا قرار، وهذا القرار انا المسؤول عن تنفيذه، ان من لم يحضر الجلسه الافتتاحيه، وارجو ان تنشر هذه الرساله، من لم يحضر الجلسه الافتتاحيه لن يتسلم شنطه المؤتمر. احنا عاملين شنطه في منتهى الرقي وفيها مجموعه من المطبوعات في منتهى الرقي وسمينه جدا، انما انا اللي جاي يتفسح مش هديله الشنطه لانه ده لم يشارك في المؤتمر. الشنطه اللي فيها المطبوعات اللي فيها اعمال المؤتمر، انت ما جيتش شاركت في اول عمل من اعمال المؤتمر ليس من حقك ان تطلب. انا وزعت جوابات الشنط بس انا عامل حصر لكل نقابه محدد واحد او اتنين هيحصر لي كل اللي دخلوا السرادق، هيقولوا المساله صعبه لا رتبناها وجهزناها وبنعدها بالواحد، وهاجي اقول للنقيب بتاع النقابه الفلانيه انت مسدد اشتراك وجايب ومسكن لك 150 واحد، اللي جم استرادك قعدوا 50 مش هدي لك الا 50 شنطه، وانت مسؤول انك تعرف مين اللي قعد اللي دخل المؤتمر. دي وحاجات تانية السنه دي مستحدثه، احنا بنتمنى ان الناس تساعدنا، واحنا عايزين ننجح وعايزين ننجح المؤتمر وعايزين الناس تتبسط وعايزين الناس. المؤتمرات دي يعني مسألة بتقرب الناس من بعض، بتعمل ترابط وتعارف وود بين المحامين. المحامين المغيبة مش عارفة شيء عن نقابة المحامين، احنا بنشرح وبنتكلم وبنقول سواء في الجلسة الافتتاحية او في جلسات جلسات النقاشية. اللجان احنا عاملين 5 لجان متناوبة، في اللجنة الاولى في فندق لو جاردن، هواي لو جاردن، جلستين. اللجنة الاولى من الساعة 11:30 لغايه الساعه 1:30، الجلسه الثانيه من 2:30 ل 4:30، ثم جلسه مسائيه كل يوم من اليوم الثاني والثالث في المسرح الروماني في طريق النصر في وسط البلد. هيبقى فيها لقاء مفتوح، اسالوا زي ما انتم عايزين، تحاوروا زي ما انتم عايزين، ناقشوا زي ما انتم عايزين، هنعرض كل شيء. احنا شغلنا كتاب مفتوح. وما حدث في نقابة المحامين في آخر دورتين عمل غير مسبوق، إنما احنا ينقصنا الإعلام، ينقصنا التوعية. على فكرة كل المحامين اللي بيبقوا زعلانين من نص طلع في القانون ولا من قرار اتخذ في النقابة، لما تقعد معاه وتحاوره وتناقش وتفهمه بيقتنع ويستوعب، لأنه أصلا هو بيبقى مسمم فكره فبياخد قراره دون مناقشه، لا اللي بنقعد ونتحاور معاه وبنناقشه بيقتنع وبيصدق
وعلى فكرة احنا مش ضد المحامين، احنا مع المحامين، واحنا محامين واصحاب مكاتب واصحاب ملفات وفي المحاكم، وشايفين مين المحامي وعارفين مين المحامي ومين اللي مش محامي. واحنا عهدنا واخدنا عهد على نفسنا ان احنا لن ندعم الا المحامي حامل الملف، انما المحامي اللي من منازلهم والمحامي اللي لا يعمل في مهنة المحاماه احنا ما نعرفوش ومش عايزينه، وهنتعقبه في كل مكان الى ان تقف نقابه المحامين على اقدامها. وعندما يكون في جدول النقابه المحامي المشتغل فقط، اعلم ان نقابه المحامين بقت صح، واعلم ان العداله بقت صح، واعلم ان هيتحقق في البلد تحديث وتطوير في العداله. احنا اول ناس بنسعى الى عقد مؤتمر للعداله في مصر، بس احنا منتظرين لغايه ما يبقى اللي موجود في جدول المحامين محامين. يعني 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 المساله في جهاد احنا شغالين فيه، في عمل احنا بنعمله، في اعمال بنشتغلها. انما مطلوب منكم كاعلام ان لازم تعملوا معنا لقاءات وتعملوا معنا حوارات وعشان نتكلم ونعرف الناس احنا بنعمل ايه. ما واحد بيقعد في اوضه المحامين بيقول حكايه لا حصلت، او فاهم الموضوع معكوس او فاهمه غير صحيح، ثم يسمم افكار الناس، ثم نقعد نشرح بعد ما الدنيا تكون امتلأت بالشائعات. احنا مع المحامين وفي ظهر المحامين وامام المحامين، وعهدنا طول عمرنا، طب ما بقينا على قيد الحياه، هنسعى الى تطوير وتحديث وتنظيم ورفعه شان المحاماه. شكرا.